بالتعاون مع محافظة حلب، نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والإسكان ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة. دراسة أجريت بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء على مستوى سوريا، رصدت 13900 عائلة بكل سوريا وبجميع المناطق. نتائج الدراسة اليوم عم نضعها ما بين إيدين الناس المعنية فيها ليتم وبالتالي من قطاع التربية والتعليم والصحة وكل ما يخص هالفئة العمرية. الورشة شكلت إضاءة مهمة عن العوامل الأساسية المؤثرة ودور الأسرة التي تتحمل مسؤوليات وواجبات تنشئة الطفل. الأسرة هي حجر أساس في بناء الطفل وتطبيعه والقيم والأخلاق. تم أخذ رأي كل الجهات اللي بتشتغل بنفس المجال بيطلع منها القانون، فهذا شيء كتير مهم. علمه في الصغر كان نقش على الحجر، وإن نحن نبدأ بالطفولة المبكرة وشيء كتير رائع. قطاع الجمعيات الأهلية نحن لازم نوعي مثلا العائلات اللي عم بينجبوا الأطفال بطريقة بجوز ما تكون صحيحة، أو مثلا عدد أطفال كبير. مركزين أكثر على موضوع التنشئة الاجتماعية، فنحن كتير بحاجة لنعرف خصائص العمرية لهاي الفئة بالذات بهذا العمر لحتى نعرف فعلا نعطيها دمج المجتمع اللي هو الصح. تهدف الورشة إلى الخروج بأنجح التوصيات والمقترحات من خلال جمع بيانات ومعلومات وأفكار حول الفئة العمرية المستهدفة من عمر الولادة وحتى 3 أعوام. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.